في زمان كانت المحبة لها شان، في ديرة شاع لها صيت بكل مكان. العمل هذا أنا أجزم بأنه مهم على مستوى التاريخي، في طبعا أكيد تاتش من الفانتازيا البسيطة اللي أدخلوها المؤلفين اللي هم علي ومحمد شمس، شابين جميلين من البحرين، من خلال قراءتهم التاريخية الحقيقية لهذه المنطقة تحديدا. هالصراعات إذا دامت بتكون بداية الشرارة. احنا طبعا كان الطرح الاساسي هو يتكلم عن التسامح الديني عندنا احنا ابناء هذه المنطقه، وكيف هو التعايش موجود ومتجذر عندنا، مش شيء طارئ، لكن هذا ما ينفي ان احنا نحط وجهه نظرنا ايضا في انتماءاتنا، مش مفصولين ابدا عن قضايانا المهمه. ولهذا السبب عبد المحسن النمر عنده امال كبيره في هذا العمل. هذا العمل تحدي كبير، لانه دائما احنا الخليجيين متهمين بان احنا مفرغين من انتماءاتنا. هذا العمل راح يخرس هذه الالسن، وانا يعني بكل حب اشكر قناه الام بي سي بشجاعتها وبقوتها وفي قدرتها على طرح قضاياها بشكل شفاف، وكيف تحط الاذن نقول الصمخه احنا نقول للالسن اللي دائما تلطلط وتصطاد في الماء العاكر. والشخصيه اللي يلعبها عبد المحسن ايضا يبالها جراه، فتقديم شخصيه حاخام يهودي اكيد مش مهمه سهله. راح تكون شخصيه اكيد مستفزه للناس في البدايه، لكن انا أجزم بأن العمل هو 30 حلقة، لازم المشاهد اللي بيحكم بشكل موضوعي لازم يشوف العمل كامل، وأنك تحكم عليه أيضا من الحلقة الأولى والثانية أيضا هذا قصور، لازم تشوف العمل كامل. بيت الحاخام اللي انضرب فيه المثل يصير هيك جديد. فالشخصية بتمر بقصص كثيرة ومشوقة في كل حلقة، وبتكون محركة للأحداث، لهذا السبب في تحضيرات كثيرة لها على صعيد الشكل وعلى صعيد المضمون. والله ما خرب هذه الزواج من قبل ما تبدأ. تديري أغلى من خياناتكم. جريبة اليوم بعدكم ما شفتوا شيء. استندنا إلى صور موجودة صور تاريخية على مستوى الأشكال والملابس. هنا تبقى الشيء العمق للشخصية اللي هي شخصية داود من جوا، اللي هي تخصني أنا كممثل وتخص المؤلف اللي طرح أدواتها وعناصرها، والمخرج اللي هو يعني توج هذه الأشياء وحطها في إطارها صحيح. كل العناصر هي في النهاية خدمت هذه الشخصية بأنها قدمتها بالشكل اللي راح تظهر عليه، هي مش مجهود فردي أبدا. لكن أنا بالنسبة لي شفت داود من داخل ومن برا، شفت كيف يفكر، حاولت أوصل إلى عمقه، ليش هو عنده ردود هذه الفعل، من خلال طبعا نص مكتوب ومن خلال سيرش ومن خلال أيضا أنا إيماني بأشياء الخاصة.